السلامة وانت في غربة المهجر وظلي مهاجر طالف رباك وانت في دبور الإقامة دائما المغترب تلقاه في الليل ساهر يوم فارق بلاده ما تهنى منامه. قصيدة مرسلة من الشاعر أبو دياب وليد حيدر مرسلة للشاعر أبو شماخ ناجي عبد الله مرسلة من المهجر تعبر بما فيها يلحنها فايز أبو شمس عزفها أبو خليل عبد الفرحان وايقحها الزبيد الفرحان مع قيادة تسهيلات الفايز دمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة.
عرش النبي خير ظاهر يا صلاتي عليه تبلغ وتوصل مقامه وزل العمامة مرحبا بيات جاك من لس نشمي نشمي وشاعر حيدر الجيد ذي معروف عالي مقامة شهرته شامخة للقبيلة قرن عاصر ما يهاب العداء ينذل خصمه أمامة. الجواب من أبو شماخ ناجي عبد الله ردنا على الشاعر أبو دياب وليد حيدر بعنوان مرحبا بك على راسي وزل العمامة. تسهيلات الفايز أبو شمس دمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة. شاركنا مع سعود أبو خليل عبد الفرحان وليد عزبيت. Shimmy.
شاعر قد حضي في جوابه لاجلكم واهتمامه ختمه بذكر المبعوث طاب وظاهر تصلح لذادن وتحل داخل عظامه. تواصل مع فايز ابو شمس على هاتف 771-69-4090 او 711-1-5-0-4-9-0.